بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن يال إمروين دع الذي أدون كمال والباء كجوكتان كسر دوادة ورباهنتي نيكوبة هاو دي ساوثن ميديا كوبريشن ورك الدق دقع وقر يقر حالدة سياسة مانتي جيس كافريكا وحي تاغن تاي بريتش كي وقدرنا تاريخ دا انت اللوغي دوا مدن يال مركلة وحان إذن لان نحي مالو البلد الدنيا دا كجوكتان كسو دوادة Southern Media Corporation أو تكاقب بغن دونتان ورف ربضان أو كساب سيسان فيلا سوماليا يو قبالة دا دالك قار كميدا أفر قضب وحان كهالي دونا قضب بدا إلايا أفر قضب قضب كوباد وحاوي الشر هادا كبع عايو أو قرسودية فيلا سوماليا قضب كاللباد محكمة كتا لقبل كبنادر أو صوصا دي ورقات كسعة وسير كوسارة دا قاشان ديقة صوماليا للي هاي طبان مال موت كسعة حرو قضب كالسدحات مدحوينا صوماليا مدنى حسن شيخ محمود أو أروسي يعني أروس كيسي دعاية مركلة وأروس عصب قضب كأفراد وحان كقب قندو نهدي إلهي وكرر هالنقضو ده سيدي عيوانك وياي قر اي قرطة وحان كور مريا أروس إن ياي ليلى ربي رير كودو إلى الدنيا أذيقو ما إيرا عسانتهاي رولكو روحو بلي رارا عوز جوجل لي أن رحابان مربتا أروس وحاكن نعدي واربا أروس مدحوينا صوماليا وقدمينتي باريتان كيني وحانو كسو قويني إن مهد محمد صلاد قبضو وقدير كاللحمي قوية هاي وقوريي ومهريي لو سمرين بركي وجوغي مدحوينا وموليستي أروس كي وينان اللي سوغا أيو إن لقود ديگا مقالة مقدشو وحدان لغا باخسانين مركا حسن شيخ محمود إيو مهد صلاب ماانتا يوحي سويهين ويل إيو أبهي يعني ويل إيو معاني صدق صدق يسويهين هرانا وحان اوغين مدحوين إسماعيل قيل مدحوين جيبوتي إن صادق جون معاني قبردي سأوسيي صدق يسو أهايين أيام دوين روبلة فيصل علي ورابي واتي قبرد وسي روبلة لكن قبرد مركل سيوا لواي ما إسي سين ها يعني لي شيك شيكين مركا هرت الدولة دي وحي النقطة اسكو قصن اسكو ميلان اسكو دولة دي فرماجة لدي جروا السلوة ذاك مدانا كدرت مدحوينها صوماليا كله أروس كيس هدو صوبان دكتانا وان أركي دونا هدو قرصدانا وان أركي دونا قضب كاسي آد وقوما مشغولي دونا مدحوينة لبحا سولية أوفيشال ميت قد بسريد وكو قبين وحال الروي دمطي سعديين ما أركي سمركي وحال الشاقي معارض كي وضاهايين إن مرأي قد بسريد كو قبين أدو هولا بضن باجرع لكن وحاي سويدين مدن ومدى صوماليات وحال الشاقي مدحوينا دو سمريب وحو اتغي انو شباب لده قالبو لكن مدحوينا معنيه قبر لو بلده قالبو علبو فاقعي ها مركا عراك صبح ضيبا مدحوينيه ويرفادي سي قبر دي اخ تبرتي سمرد ممي مؤوي مدحويني واعركتين دو سمريب وحو كي ماذا اساقو عرالي هي تدباتين جردي ayaa gabdhii looga xalaaya kutub ka fiiriya ma aragno madmadow allah ku yaqaan laakiin gabar way arki karaan bawdiyada qaawan rafaad baa ka jira soomaaliya odayaashii way waasheen gabdhii yar yar er waxbana looma reebin hadda ma fahmaysa ha madaxweynaha soomaaliya marka wuxuu soo xoreynayay gaashan la hoose موقتا قاشن لا سري قاشن لا ساجر مدعوينو سراكيش الدقال قلو يري عيدك الدقال قلو يري
isagana qolkiisu ka dagaalamay dagaalka uu ku jiray madaxweyne xasan sheekh maxmuud asu isaga qalloocan ma arkayse luga taqfala taqfalle uu ka soo baxay cirale uu soo ciraystay cira degdeg ah kugu dhacaysa wallahi billahi tallaahi hawlaha sadaab badsatid xasan sheekh maxmuud aqoon uma lihidiin hadda marka waa wiili aabbihiisi mahad salaad waa aabbe xasan sheekh maxmuudna wiil weeye wiili aabbihiis aduu aabbaha ma ka hor imaan kartaa wixii hore haddaan ka imaano waa maya ninka gabadhiisi ku siiyey war ma ka diidi ka dhaa haba yaraatee maya wax dhigan waay ana waa kuu sheegay horaan kuugu sheegay dadkan hadday ku qaban waayaan shirqool si kasta hadday dhigaan gabarna way ku siinayaan mar haddii gabar lagu siiyo waa lagu sumeeyay adiga wax ma diidi kartid reerkaa ka mid tahay talada waa isku talo xukunka si kastaa lagu gaaraa waayahay qodobka madaxweynaha soomaaliya guurka uu guursaday ee cusub waxaanu leenahay hambalyo annagu waxaanu taagannahay meesha dhexe mar walba waxaan leenahay guri haddii la dhisaayo waa taageeraynaa hadduu burburayo laakiin markhaati ma noqonayno meel laysku guursanaayo waan joogi karnaa markhaati waa ka noqon karnaa laakiin meel lagu kala tegaayo anuu ma doonayo markhaati inaan ka noqdo marka madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud yaa waxa weeye hambalya dhaha war hambalya soo qora madaxweynaha ma u ogolidiin ma inuu arooso hambalya soo qora madaxweyne xasan sheekh maxamuud guurka uu guursaday gabadha uu ku saddexaystay congratulation congratulation soo dhaha way villa soomaaliya fadhi baa hadda ka socda oo qarsoodi ah laakiin waxaan ku hormarayaa warqad ayaa loo tuuray wasiirka gaashandhigga dowladda federaalka soomaaliyeed cabduqaadir nuur jaamac oo u dhashay digli iyo merifle warqadda waxaa soo qoray gobolka banaadir maxkamad ku taalla waxaa lagu yidhi muddo 10 maalmood gudahooda ayaad ku soo xaroonaysaa xamar haddaad ku soo xaroon weysid isjir yaa sidaa samaynaaya habargidir iyo abgaal maxay ka rabaan jaamac marka waa saaxiib bay ahaayeen way ku shaqaysanayeen maxaa qaldan xalay waxaa telefoon ku wada dhafray madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo cabdicasiis lafta gareen xalay oo dhan telefoon bay ku wada hadlayeen qir iyo qir salaan iyo kala tagay sidaan idiin soo duubay way isdhaafeen xasan sheekh maxamuud iyo ninka la yidhaahdo lafta gareen lafta gareen waxaa lagu yidhi madaxtooyadii hore ee soomaaliya bay dhaba ku taalla u guur adiga dowladdaada haddaayaan sheegay aniga iyo mahad salaad iyo tiimkeennana waxaan soo degaynaa madaxtooyada cusub ee hadda aad dhisteen ee quruxda badan meeshaasaan wejiga labaad ee dagaalka aan ka hagi doonaa macnihi banee magaalada ka guur magaalada geeskeeda u guur maxaa tahay baa ka dhacday marka meeshaan ma hawiyaa leh ma waxaad u malaysaa coos weyne iyo masagawaa meeshaan waa digil iyo mariflaa iska leh saaxiib nagu kala wad dagaalka meel xun buu gaaray sidaasi markay tahay ninka la yidhaahdo cabduqaadir nuur jaamac waxaa baydhabo loogu diray iyo bakool in abdicasiis lafta gareen marka ay ugu yar tahay hadduu meesha ka wareejin waayo inuu shirqool ku dilo sidii kaariyo qoorqoor oo kale annaga waa soo geli weynay jaamacow shaqada aan ku dirnay waxa weeye lafta gareen inaad shirqooshid aad dishid oo aynan arag horta jaamac sidaasaa loo diray bakoolaa la wada tegey ma arkaysa isagaa looga soo tegey baydhabo isagaa looga soo tegey cabduqaadir nuur jaamac shaqadii maalmahan la rabay inuu fuliyo macnihii wasaaradda gaashandhigga ciidamada ay ku leedahay baydhabo qaybta lixdamaaduu tegey uu u booteeyey duurka galuu yidhi mushaarkaan idinka jaran xuquuqda a adeer intaas uma fadhinaa la yidhi ninkaan ma dilaysaa mise ma dilaysid shirqool ma ku fulinaya mise kuma fulinaysid ugu dambayntii wuxuu yidhi anigu state-kayga ma weerari karo war haddaan kuu soo koobo state-ka aan u dhashay oo wax aan ku ahay macnihi inaan burburiyo ma kari karo marka runtaan idiin sheegaya hawiyow jaamac saasuu yidhi wasiir tiktok sidaas mi ahaa xasan sheekh maxamuud aa wacay marka xasan sheekh maxamuud
ayaa wacay ogow lafta garan ee xasan sheekh xalayna way wada hadleen maantana lafta garan markuu xudur waajid aaday diinsoor bay macnihi seexdeen waxa weeye xasan markale iswaceen kir iyo kir bay ku kala tageen kir iyo kir runtaan kuu sheegay aniga hadalka laha akhrisanin af macayska iyo diblomaasiyadda iyo idaacadda marka iska dhaaf kir iyo kir bay ku kala tageen xasan sheekh maxamuud iyo lafta gareen kadib xasan sheekh maxamuud wuxuu telefoon usoo diray cabduqaadir nuur jaamac wuxuu ku yidhi jaamacow ninkan ma dilaysaa oo shaqadii aan kuu dirnay waxba ma aadan qabanine madaxweyne staykayga ma weerari karo lafta gareenna waa madaxweynaheyguu yidhi ha qof walba stayduu ka soo jeedaa adigaba staydaad ka soo jeedaa staydkaaga in aad burburisid ma yeelaysid aniguna ma yeeli karo sidaas miya ahaa armaa shaqo ka qabane armaa jaamac telefoonka ku dumiya xasan sheekh zan ma kii noo shaqaynayaa sidaasna dhihi kara addoonka yagii raxa weyn dibina kuuma xirxireen dabna kuuma shideen dibina kuuma qaleen daalka dabada hooyadaa ka day dameerkii raxaweynow dariixundheh xasan sheekh maxamuud sidaasaa ka soo go'day carada ka kacday meesha bus aa kacday bus 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 hadda ma fahmaysaa waaya sidaas miya ahaa shir degdegaa la galay marka horta maxkamadda gobolka banaadir waxay soo saartay warqad 10 maalmood inuu soo galo maxaa 10 maalmood already kiisaa loo sameeyey waxaa la yidhi nin amiir al-shabaab ah oo jaamac la shaqaynayaan qabannay wasaaraddii gaashaan dhigga ciidamadii lagu laayay caws weyne ciidamadii lagu laayay furimaha soomaaliya oo dhan isagaa ka dambeeyey jaamac wasaaradda gaashaan dhigga isagaa ka dambeeyey ciidamada la laayay shabaabuu la shaqaynayay bambatuuruu ahaa sheekadaasaa la soo dhejiyey waa haynaa kiiskaasaa loo diyaariyey already sidii sheegow oo kale sheegow ma aragtay hadda jaamac sheegow oo kale ma noqon karaa calaama su-aal waayo marka jaamac sheegow oo kale ma noqon karaa okay dembiyadii macnihi hadda sheegow isagoo gurigiisa lagu weeraray dembiya dusha laga saaraya aad aragteen oo hadda toogasho lagu xukumay warqadda waa kuu sheegay waa la xukumaye ku dhawaaqistaa dhiman ama inay tuuganimo u dilaane macnihi sidaas oo kale sidoo kale hadda madaxtooyada waxaa fadhiya dhismaha cusub gadaashiisii waxaa hadda fadhiya villa soomaaliya life damuljadiid xasan sheekhna waa la sugayaa caawa ama galabta inuu soo galo waxaa fadhiya mahad salaad waxaa ku dhegan nin ay dhahaan faarax cabduqaadir iyo fiqi way fadhiyaan kulli waxba ma dhinna maxay ka arrinsanayaan kow horta lix wasiir in degdeg xilka looga qaado cabduqaadir nuur jaamaca kow ka ah marka wasiirnimada laga qaadaa la rabaa in lala goosgoosto odayga la yidhahda dembiila tahay sidii sheegow oo kale ciidankii oo dhan aday kugu maqanyin dil toogashaa warka ma ku dhacay waay jaamac in laga qaado mukhtaar roobow isagana in laga qaado oo ayaan dhoweyd eedayn musuq maasuq loo soo jeediyey wasiirka caafimaadka in degdeg looga qaado wasiirka arrimaha gudaha ninkii amniga miya wasiirka amniga kii mareexaan doodije isagana in laga qaado iyo laba wasiir oo kale magacyadooda hadda aanan haynin lixdaasi wasiir oo damuljadiid dantoodu aanay ka dhex arkin oo laakiin ay ku shaqaysteen inay degdeg u tuuraan bay doonayaan markaan mooryaanima loo kacay sharci iyo xeer iyo kala dambeyn waa laga gudbay waxaan kuu sheegay xaqiiqo waa hadday fadhiyaan mahad salaad waxaa ku dhegan ninka la yidhaahdo ma arkayse fiqi iyo faarax cabduqaadir wasiirka waxbarashada oo aabayaasha damuljadiid ee kulli way fadhiyaan now practic wey waxaan kuu sheegahay riyo ma ahan mustaqbil ma ahan waxa lasoo dhah hadday fadhiyaan now saacadda geeska afrika waa imisa waa 5:28 ay ku socotaa soman ama 10:18 ayay ku socotaa hadday fadhiyaan warka makaa dhargiyey waxaa loo shiraaya waxaa weeye sidii wasiiradaasi meesha daaqadda loogala bixi lahaa qof kasta oo damujadiid ka hor yimaada wariye hadduu yahay wasiir hadduu yahay madaxweyne hadduu yahay hadduu yahay xildhibaan kulli in la dilo laga takhaluso si hadhowdii doorasho qabtaba aan loo dhihin damuljadiid dalka sidaan ay ku wadaan way amaa jaamaca kuu soo haray marka cabduqaadir nuur jaamac addacsiis lafta gareen buu kitaab ugu dhaartay saaxiib
أني جهوية وكسوق استويري وان أركي ها إذا مدي سوماليا مركي للايينا مركي قدام بيسي ضد كيجا أبدنا أنا كسو صارتي يوري ضد كيجي وانا كسو صارنا حقان أولي ضد كيجي وكسو صارتي إذا مدى أنا ده يوري رياي يعني ذي كل ما ينن ماشان كنا قاطع أني جنا وحلا إيش صدري لفت جرينا وإنا ذي كدلو شرقول معني ما دائما إن من كاس أيك سو قلي وين إنا ذي كدلو إذا ما إنا يكون جامعي وفرور بي إذا ما إن لك كانوا سداسة الربيع إن لوجود دلو سداسة الربيع شرقال استيت إن لوجود سود دلو سداسة الدنيا يي سداس سداس نمايوه وحير ديجان كان عن إلى شنو نمن كان هويه وحير دنيا إن أي أنجا نقب صدان مال كلاي أسعدان ملح وحير دنيا لمبر كل إن استيت كان أي قب صدان إن جميان هدان دقل يمر فلنا شرقال الذي نما أي دم الجديد دجيل لفت قرن هبين أدن ويسلي جوجين فرارارارارارا ساسالي داي ساسالي داي ساسالي داي ساسالي داي ساسالي دجيه قرشياشي دانو اوغيا هذا ما فهم ايسا مركي مركي نيكان او ديدي ان او ماركي ايسا معنيه لفتا قرين او ديلو استيد كمعنيه انو بربريو مركو ديدي او لفتا قرين او لصفرايو او ديسور لآدايو او حضر لآدايو او واجد هذا او لجوغو او معنيه حسن شيخ انتو صاوع ايو يرنيه وانيك استيد كيكو مد دولاي مانت تلفون وكدمي لفت جرينا يا حسن شيخنا ما أنتي يا حلي تلفون تي نهرين إيه نحمر تي كوكلا تجين مركز على سود الجي ورقة دق دق إلى صوصة قرف سيدي شيخو أوكله شامع ميرا ها حمر سوقل سبب ورقة دوا درك تي مو كي صار أنت هذا لصوصة يا صوصة محكمة جبل بنادر يا ويري وسير قاشانك وسير قاشانك محكمة جبل بنادر بل أدي وحكني محكمة دان هراب فردية هراب أن قدومية كيهاي هراب أن قادة كيهاي هراب أن معنى قرصورة كيهاي هراب أن معنى أبوكاتة كيهاي هراب أن بروس كهيستو هراب أن كدقيسان أيو هراب 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 شاكلا شاكا شاقين أي زمان نين كان وانين استيدلي ساسمي آها لفتا قرين وحويري ويلكم عبد القادر وما هتصنطى وحاس أول نصير دونكي وإيه شاكين وركع شيء سوى حقيق إلا وركع شيء يصير قفك مسؤول كسر دون وياه أوجي ما وقت already وحواه هيويري أديك نروح بشيء يصير دا عدو ولا قبرصنا يا كوسو دوان كره نندقلي مرفلون لا نيراء أو ماركة يصير معني استيت كان قلنا شيء بعطاي وسيرة الجاشن دي هدي ربان أدو أنت جوجا كان قادم هدي حمر أتكتيدنا فرق مصاري كران أنا جوا جوجنا حمر أو كمنين لو مؤيان يا مرتي كمنين يا جامد ضبط حبتك قلنا go ahead دقل إمري فيلم الدفاعي ها أوكي استيت كم الدفاعي ها واقع واقع واجد وده جوجا أوكي الوحدي شامع نين دقل إمري فيلم حلاله النقضي هذا كده وحيد حد أنا موجي لكن أنا جه هذا وحيد تاجنا نكون شجع هذا أنا هاي معنيه وريا كتر سنة وربعين SMC وحنا لقوا برتاي وحيد تاجنا إنا شجعنا باي عبد القادر نور شامع ورقة دلقة سو صاري وجيت كده وسلاس فردي قال فردي فيلا سوماليا سلاس الله فرديها وحال الدنيا إن لبوبسيو عبد القادر نور شامع إن لبوبسيا للدنيا أو كيسي سيدي شيغو أوكله لقديقو قطب كاسوا فهمت وحن كو قال دونا مركا وقد بينتي فيركي نحمري وسير كأرمه الجدها فدرالك سوماليا فقي iyo wasiir dawladdiisii hore ninka la yiraado Ilyas oo aan rajaynayo hadda inuu Jarmalka joogo taas aan kaaga dhici doona hadii Ilaahay uu karaal noqdo laakiin taas intaanan gelin waxaan ku hormari doonaa markayse macallin maxmuud markuu soo dagaayay wixii dhacay inaan ka waraabiyo muhiim waa macallin maxmuud waxaad u taqaanaan ya Hanaan ya Mannaan ya Salmaan baad u taqaanaan adinku hadda Soomaali tihiin معلن محمود سعودي كسر ضافي جدا تركي قوي مادي شيخ شاكر أيه الصرع إن لبضة بوعير مجالد المقدسة ديار الدو ده مركي كسر وجهنتهاي ما هاد صلاة كور هلاي ما دوح غير مسود دقي كرو محاي هلاي معلن محمود يا ما هاد صلاة اسمه أقلا ولا الكي يجوينا أو شباب كجري معلم محمود بعد دلي أيو تاجي يا إمام صلاة عير بين إسكويين وأنا رون تمشي له يوم معلم محمود وحنديلا إيو ما هتصلاة ولا الكيسي
يجوا الشباب هجامين هاي صوفياش يسووا ويررين جرعيل اللي قد لي جرعيل أيال اللي قد لي مركع مع المحمود انتو إذا عبد يمادو يري ما هاد صلاة يجورمي الشباب كبحين وأرجع حسه وعلى الشباب وفرماجو جوجو ساسري مع المحمود أوكي مركي مع المحمود اللي لده قال عينه حاوي و تاجر سنا قرقر هذا مقالة هذا ركتين ما كان هلا جو ماذا هلا دلولها مركي نك كان إيه مسوي الدجا يجري مركو سيدا يري عيركي أيا إربورك أدن عدة لبصف أكل صفت قلت تاجر تي مع المحمود وأني صدي عيرك هاي وإربورك جوبتي إيه قلت تاجر تي ما هتصلح يجي يا حبضة سوق قاطي أو إسلين جاري مركي كذب وحاله قلنا ماي مع المحمود تعصبه أصعلا إنه صدق حاسك سجريوت وأو صدري هذانا لو سمرب إنه أدو ربصومان لو سمرب هذانا إنه ديدو دمعي وحوله الله يقرقر قرقر وحكير إن كان قرت أنتي لوجري قرقر وإن كان أدي كان علبه كليه أنا كان علبه إليه ولا لك يجي سجاد لي معني الشباب إن أنا هين ويش بدي إن كان لو سمرب هذا مدحوينا كهذا يسوقلي أديت قل مدو سيد يلا لوجري أيا يعني حسن شيخ محمود وحاو عينين لي راد الله عفلي او قرطة كجري او طليها قوتاد اللي حياتة او عير قولنا شايفة او عين حسن شيخ محمود ماذا حوين اقول حير عرينتان قل نين كان تعسيك لي او سعدا لو سمرهيب اسلانتي سار دمطي وانا نين ديغان كاولنا شايفة او شيخة او اللي يقانو هدا انت عان ليس لينين تب عرينتان فردامي تعسي دي سور ديغان ايا او نسك صوبحايا مركي يا حسن شيخ محمود ما هت صلاة صوحي وحالو يقول إن كان تعسيدي سوق جدًا كدبنا وصلنا غنا يا فصح سيدي وكله في مع المحمود وحي كدجين ماشى اللي لو سمرابه كدجين تعسيدي سوق جتي تعسيدي سمركو جدًا أيو إذا ما ذي سي بهلو كديار صدي شق هبل دريت أيو سيارة وجتاجي ويل كيسي عبد القاني كدبنا وأوكل جدبي بهل بو هاد الجوجا هاد بهل بو جوجا ماركي سيمعني وكا قد بضين يا مالما سوى أدن وحو قد بضين دونا عيدامو أولي هاي أو برجيب جوغا سلقنا برجيب بو كتنقان دونا مصو نقان دونا هرانا وكوكو شاك ها نقاشا نقاشا ايو شاكا داسي مجرتو عيدامو ماشي كو أرورسان يا برجيب واتقانان ماشي دارا شباب وحكو لايين ماشي سو سلقنا دونا مالما سوى أدن هدان إلهي ما يدهن مع المحمود إذا على وكارك دونتان يساحي بديسي أو بروجيت ما اللي يراد الجوجا وقياستي معني أفرتن كونتن لحدن تضباطن واحد دون تكوشة كيلومتر أجرته هل كلو يقارنو ما عاركي سيقور عيلا أفرتن على الشيقة قضبك مع المحمود إيا مهد صلاة وحي نحمري إيا عير إنو إسكو دمين قاري إلاي هدنا أنا إسكو في عنين وإيان دويدنا دقالك الشباب أي سواقادين مهد صلاة ونبرك كجبية عيرك meesha sa ka aragta sababta project dabarka looga jabiyay ayirka joogay mahad salaad uga jabiyayna hadda macalin maxmuud xaq u socda project marka macalin maxmuud meeshaasi dadka jooga inay istaageersan yihiin buu ogaa marka uu si dabar jaraay habar ejida meesha joogta iyo markay samcanay baabaanshaha iyo wixii soo raacaba soo markin sida la isoo hayo marka nimankan damul jidid la leeyahay qof ay u arxamaayaan malahan waa ka habar gidirta nafsadeeda maanta ooyeysa oo macnahe ida cadaha taagan oo qeylinaya oo markaysay macnahe 24 saacadood dawladdiyaba anaga nagumaadaysa ku haya qodobkaasi waan ka gudbayna macalin maxmuud iyo markaysay mahad salaad magaalada baydhabo lafta garan isku shaandheen buu sameyn raba abdu qadir nur jaamacadda wasiir inuu noqdo macnahe xildhibaan inuu noqdo laga yaaba federaalka in baydhabo loogu dhaariyo hadii laga qaada jagada wasaaradda gaashaandhiga in laga qaadana way qorsheysan tahay wiiyay way isku dhaceen maanta waxa la dhaariyay oo xildhibaanimo loo dhaariyay nin waagi hore mucaarad ahaan jiray state-kan ka soo horjeeday tiimka Shariif Xasan lagu xaman jiray laakiin hadda ah yaani xildhibaan laga dhigay state xildhibaan state-ka laga dhigay Cali Afgooye nimay dhahan oo wasiirka dekedaha ah oo u dhashay beesha giladi boqortooyada afgooye sida aan qiyaasayo ayaa xildhibaan loo doortay maanta la dhaariyay Cali Afgooye maxaa xildhibaan looga dhigay waxaa laga dhigi rabaa maalmaha soo socda gudoomiyaha baarlamaanka state ka Maryland
سجا قدون نقن دونا بوسكي دكتور علي سعيد فقي امباشتور كي هوري ميدوغا يوروب او ماركيس قدون كبارلمان كا استيت كا بوسكا سو بوخين دونا بوسكا اسكليه كوما سنان دونا هدي خل ديبانادا لسو خيلين ماغانا قدون بارلمان اسغا او نقن دونا استيت كا وو توساي نكاسي ديغلي مريفلا حلالو نقدي اسبارو وان اسكت dadkii xogoo aqligooda tartiib tartiib u xoroobaya wallahi qayladeena nooga madarin jawaarina uu ka diiday xasan sheekh maxmuud macnahe wasiirnimada uu rabo in dastuurka uu ku qaliba xala idin soo duubay dastuurka in labadan xisbi uu u socodsiiyo uu ka cudur daartay ma ogli buu yiri mucaaradkii uu raacay ee markay xasan sheekh ka soo horjeeday marka cali abgooyi gudoomiyaha baarlamaanka saasoo macnahe uu noqon doonaa isku shaandheyn badan baa dhici doonta nimay dhahan aadan dhaayo oo aan rajaynayo isagana inuu xabsi ugu jiray lafta gareen ayaa hadda la rabaa in laga dhigo wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta state doctor go waa laga qaadayaa sida qorshe uu yahay maxaa looga qaadayaa waxaa looga qaadayaa mar walba macnahe isku shaandheyn baa la sameynaya macnahe iyadoo la wada shaqeynayo dawladnimada in markaas jago la iska qaado la is siiyo la wada shaqeeyo kan inta laga qaado inta loo dhiibo kan inta laga qaado inta loo dhiibo shaqadiina ay socoto aanay joogsan haddaba markaysay shaandheyntaasi iyo isbeddelada waaweyn ee siyaasadeed waa sidaasi waan soo koobayaa ugu dambeyntii aniga macalinka lugay anigoo aadan ingiriisa amar baan dhiibay amarka aan dhiibay wuxuu ahaa waxaan amar siiyey digil iyo mirifle anoo tuuto xidhan ayaan dhaweyn waxaan sheegay anoona sababta aanan sheegaynin january horteed hal xabo qush ma siin karaysaan digil iyo mirifle haddaan amar bixin karna waa haddii amarkeena aa qaadataanna soomaali markhaati bay noqon doontaa inaan macnihii dadkeenu ayna dhagaysteen oo amaradeena ay shaqeeyaan haddii amarkeenna uusan shaqayninna nikiyowna uu soo raca nikiyow haa isagana jagaa loo dhiibayaa haddii amarkeenna uusan shaqayninna bisha janaayo 2024 horteed digil iyo mirifle xabaday qaadan doonaan shanta dhinac shanta gees dagaal bay geli doonaan shabaab aan la dagaalamaynaaba ay dhihi doonaan aan ku dhahay bal january horteed ii qabo hadday dagaal galaan hadday dagaal galaan wayna buriyeen nama qiimaynin wayna isqiyaaneen haddaysan dagaalamin aragaane marka xasan sheekh maxmuud wejiga labaad xanii ha la galo wejigii koowaad wasmuu kusoo dhamaystay haye mahad salaad gabadhu adeerka u ahaa ayuu macnihi aroos kula galay dhuusamareeb wiilasheennana caws weyne iyo bacaad weyn iyo shabeelow iyo gaadaay iyo burujeed iyo macnihi budbud iyo ma arkayse waxay ku dhammaanayeen oday noo moolaysan ayuu ahaa ha ciray ka keentay ciro waryaha xabadda kama keenin cirada xasan sheekh maxmuud xasan sheekh maxmuud mahad salaad gabadhu adeerku u yahay oo danta loo siiyo ku meelaysanay ani waxaan isleeyahay wiilka xasan sheekh maxmuud muxuu eedadiis ugu diidayaa inay u gasho odageeda gabadha yar macnihii tan hadda la siiyo maaha xaaskii kale ee xasan sheekh maxmuud uu qabay tan weyn maahan tan yar markay timaado waa laga soo buriyey waad ogtihiin mar walba ay u geli maagto mahad salaad uu u diidaa xaaska xasan sheekh maxmuud wiilkana eedday meeshaan ileen meesha war dadku maxay isu dagaalaan wayba dhasheena markaa tidhaahda dadka maalintiina oday oday weeye habeenkiina habar habar weeye marka ilan meesha habar habar ilan mahad salaad sababtu ugu diidanaa waa islaantaydii oo la ii diidan yahay inay iisoo gashaada ogow ilan islaan kalaa la isiiyey allaare marka ani hadda waa inaan noqdaa aadan feeraysane bas waa hadda kadib ani xataa go-aanaan gaaray ha hadda kadib haddaba ogow gabadha macnihii rabtaay macnihii kaalinta labaad inay soo buuxiso doonaysa xaaska labaad noqonaysaay anigu aadan feeraysanaan rabaa gabar macnihii itiraada ogow qaada ma soo qabanaayo galaas biya sooma darsanaayo lugaha waa la ii dhaqaayaa ma arkaysa raalliyaal ii noqon daamankaa layga dhunkan aan dadka u jeedin saqajaanimo aan ahayn hadda ma fahmaysaa anigu waa soo shaqaynaa
لكن آدم فارسان شاتيجي غو فارسان فنانا ديدو فارسان موضان كرالله ما المطر اسكو حيقا قبضا قبضا عبضا اترتن كي يقود جري عبضا وان او شايقا انا وحبا قرين مايو ها هاي قبضا ورك عان دهي ادل قادن كرتا عان ايقا حناقين صح صح اللي كرتا وحي الدين تكبن انا هين بان دوليا اوقادا ها هذا ما كوش شيء يعني، ها، كوا شرحان هذا أنا وشيء يعني، هذا أنت أنا ما بكر صناعي وحيد، قبلها إيه شرحان أنا جا، أو إصاد البضي، وحن لا هي هاي أنا وآدم فارس سنة إلا يجوا يران ربع، ها هاي، ها لو دينا، من وين تبدأ يسوق عشان ملو ديدي كروس، سيدا مدحوينها سوماليا، حسن شيخ محمود هذا اللي جو سمينا، وحلاط القادة كرم ما بحبه، إسلام تادي أو كوت ما ده اللي جو ديداي. حكم وضع في كاس هذا ما فهم إيسا مركا حسن فارس سنة من نقن أنا كدو لا إمهلي كرو ولا علي لا إمهلي كرو لا إمهلي كرو ولا علي لا إمهلي كرو أنا صوت ارتمه صوت ارتمه قبله أنا آدم فارس سنة أنت أجنا ملحوين حسن شيخ محمودنا حسن كب كبواي رف رف رفن إلسن فيري ما واحد مدانين AK-47 سو رداي بارود سانكا ايكا قشاي تماها اي عدادين شباب سيدو اولاد داقال لمي هادا ما فاهم ايسا معنيه سود دالي اوضيقي اللقوه كاقلق الله عضي هادا ما فاهم ايسا معنيه قركياكو بحي إلاان داقال كانو كجري اوضادك عاني اوغين قمري ما بان بان شيقايا adoo ninkaaga raba ma had salaad soo kuma diidi jirin ma u galeysaa soo kuma lahayn dhuso mareeb allaare marka xasan sheekh maxamud markuu naleeyay lafta gareen oo ka guur madaxtooyadan tii hore deg garbooda ku teelay ilaan hadana mid afraad uu raba meesha inuu noogu aroso masaas uu doonaya hadda waa su'aal ilaan hadda ka hor u saansaday ma ogtahay aniga meel kale kuma gamo مالك لكم هردو أنا قد دبا إلا نوصى مريب تحت نوصى ده لغا كيناي إلا نوصى الرئيستي جيف وما أولي هذا ما فهم إيسا فيري والله ماشان فيلا صوماليا ما انتاك قرحون أول فيلا دي أولنا قيلي إساق مركا يقالين الله فيلا ده ما يقرحون تا مواشطونا إيل هايين بايدا با كدرتين واد أغيدين ساقا واد نغيستين واد داوتين بايدا با أغيقا فيرو ما واي مركا وحي سيري لو سمرب مت سد حالات كسو عرقتي سومن لمبر كأفراد بينبكم بوحي مدحتو يدان وروح البلد يا كم والله يسو أرتي فرماجة وبحيدي أحار كنكت يا كادي ها مدحتو يدي وبحك بعي حار يا كادي بات كنكت ما كال بات جيسي ماش مدح ويني ها هي تنار يا معسرات جيسي النجا هاد كدب ويري نكي ملاقها النجا هاد كدب نين هالكي فرد بقول حب موفا عنايو ملح وينه ما والله هناي ما نقدر ندون حسن شيخ وقعد وده جيسو ها ما ركض لكني نين هالكي مر بقول حب موفا عنايو ونف نف سناي عنده دم بع ملح وينه كمرد لكني ديدني ها ديدني ها ماشى هوية إدارات أي كلا جوجان أيان كلا جوجنا أنا جن هدان هاي دقل إيه مريفلي ديدني شاكا بشاكا لوجو كنا نين معلن دوكسية أو هوية أو مدينة معلن كأ أيان وحوي ما دنين دارودا معلن كمركو وحو أودي جايا عنو أودي جايا قرانك المو أودي جايا مركو عنو قال الله حكبة حي قرانك الله حوا الله جبها موت معلن كان مركو دار معني وذات كان دارود كأ معلن كان وسوس سلامي معني نين درس كيسة نين درس كا أو معلن كان لا درسة ما إيش الدكسيج وسوس سلامي مرك علمية الله أرضي الله حيكبر حير موقت صورة دان ماركس على منشرة أرضي مركا كبحتانكي وحيري فرقب فرق بيجي موقت ألم نشرح لك صدرك أولا عنك أسرك الذي أنقل دارك ورفعنا لك ذكرى فإن مع العسر فإذا فرقت فرقب ها فرقب فرقب
فرقب ويعنقي نك دار دوحي الوداد كها معلي نو عنقان صورة دو قفية كعلي ده فرقب ده ده كده فرقب ويري معلن كي مركا هوية هو حيري أبقالوها أنا ما دار القرآن كده جاي سايري أنا ما دار القرآن كده جاي ساي ها هالشيء قو معلن أو عنقي وقفية فرقب ويري فرقب كده ده كعلي ده كصح ويري أنا ما دار القرآن كده جاي سناي هذا annaga ma digli mirifla hawiye hadda ka dib wax ka dhageysanay marka madaxtooyada ka guur mid cusub ah macnahe ah adeer noogu xarxari maysta annaga madaxtooyada diidnay ha hey adinku termayd batin termayd waxa la abuur ha meesha atimaadan burbur busaarad roobkii ka guura siyaasiinta hawiye meesha atimaadan ba ha أفكين أبارة وضطان دولة حمو نظام حمو فرد حمو هذا ما فهمه إيسا ما أقل إن مدحتو يلاسي مقالة بيدهو إن مارك إيسا موفل لقود بقو لقو قوبة قوبة يتنار مانكال يسليد معصره ما أقل إن واشتون تنواي وارك معادي أمي سمع عدا مارك الدقالكي وحانكوشا يقا هدا شركة بيلا صوماليا كان عاية وسيرة الربعين جاكذا لقا قادو warqadan abdulqadir nur jaamac wasiirkii gaashaan dhiga laga soo saaray oo degdeg xamar u soo galleeyay sababta ay ku timaaday waa ku sheegay lafta gareen iyo xasan sheekh maxamuud in ay isku waabristeen maanta ay isku noqdeen kir iyo kud iyo wud ay ku kala tageen wud ee yahay laha adma fahmaysa salaam iyo kala tagay jaamacna uu yiri anigu state-kayga ma weeraray runta ma idin sheega xageen aadaa ma weeraray idinka kiina weerar orda سلام إيه كلام ماشاء الله لوكلا تيجي. شاء محمد كسيدي شيلو بيدوري يعني إني كدي كان ما كدي كران. ما تيجي لي ميرفلا ده ما ده محجرة. قرمن شعب نقول. لقب الله بس عدن. شاء محمد لجرة. آه. لقب الله بس عدن. شاء محمد لجرة أنا كده. بكاس ماشوا استعجل دردد. ها. أنا يا مركا موفم أقولين. إن ما أركيس اللي قدوه بمجال هذا بيدابو معلم محمود هي ما هاد صلاة وحوي وحيد نحمرينا وان إذين شاقنا مركب ولا ليال وإذين سلاما هنا ما أركيس وحي كسو كرنا وان إسلاد جوقنا هدي الله أود وكرر لنقضو ورباهين ساوثن ميديا كوبريشن مروا البحي إذين سو قدبين إيسا وركي وقدن بيي سرطة وحي دوغن حد نقايسان إن عدد كان كر لغا شيك شيك آيو الدولة الفدرال كاسيدة تري وان إسلاس عنا شيكوين كاسي شيكوين جرمان ماشا هو اللي كالتاقي واسلان يو كالتاقاي هذا بقى سؤاشا أمد الصوماليات أن ويدينا يو حوي ما كوكو ليسان كران عبد القادر نور جامع إن أي سو قبطان وي ماركا يسا أي سو حيران سو كتين ديان توقشا أي كو حكومان سيدة شيكو oo kale ma sameyn karaan aniga ma ogi laakiin isku daygaasi meesha waa u yaala ha si qus loo galiyo qof walba oo halowdi ka hor iman kara xukunkooda maxamed abdullahi farmaajo iyo saaxiibadiisana waxay u soo socdaan magaalada muqdisho dadba waxay isweydiinayaan ma farmaajo xamar iman kara muxuu iman waay xamar xoog waay ويجروا حلي جرى حمر حساب حر دير حوق هذا حمر حوق واي حمر قفكي حوق لا إسكالي متان عبد الله إسكالها مدريال بالوجسي يا احترام جرير ويني يا إسكالي ما احترام بوكلية بنادري ما احترام بوكو هيستا معني قلين شبئيو بندوو دبر وينيو دقلي إمرفلي هذا ما فهم يصدق إسكالي أصل كوادات كاسي يمر الصدق يا صار راعي وان أجنى لكن حوق بين نقطي محا هذا عيدا هيستيد واسود دقي كرتا دولة دي سياد برا مركي جوقتي دادك قدومي عاش كان نقون عاي ما داد هوية اهايين كلي وما يا صومالي وردن بي اهايين ديقل امير فلاب بالله بي حاج عمر شيغو ها ويل كيسي علي عمر شيغو قدومي اكا اها
governor golaha deegaanka digri miri flow aha hada ma fahmaysa macni daarood ba ka noqday nimay dhahan xasan abshir oo ciise maxmuud inuu yahay aan rajaynayo ayaa gudoomiye ka noqday magaalada muqdisho waa la garanaya haye ee burburkan markii dawladda 1991 ayaa wuxuu noqday nin hadda dhintay oo imaamka abgaal inuu yahay aan rajaynayo daraad xasan sheekh maxmuud uu tacsiyadeen waay ayaa ma arkayseen noqday haye ganay firimbi burburkan oo u dhashay sacad habar gidir baa gudoomiye ka noqday haye waxaa gudoomiye ka noqday ma arkayseen macnihii duqa waxaa ka noqday shaawey murusado ah waa la garanayaa oo qarax lagu dili doono cabdo gaabow ayaa gudoomiye ka noqday marka yacni qofkii markaasi xoog leh ah xamar xukuma sideedaba wax la og yahay waa maanta jararweyne hadday xoog yeeshaan xamar iyagaa xukumaayo ma isku diidannahay walaalkaasaan daqiiqad iyo laba siin doonaa soo dhowow maxaa ku daraysa adiga walaalkaasi internetka ayaa ka go'ay qofka internetkiisa markuu u fiican yahay ayuu hadli karaa sida aan rajaynayo ama la wada og yahay marka si kasto ay ahaataba hadduu nagu soo celiyo qadka u wanaagsanaadana jaaniskiisa waan siin doonaa marka waa laysku maqan yahay xaajadu waxay maraysaa qir iyo qir damuljadiidna waxaa ka go'an inay hadda faa'iidaystaan haddii sanadkan aanay faa'iidaysanin daarood aanay qabsanin oo digil iyo mirifla aanay qabsanin waxaa buugga ugu qoran sanad iyo bar kadib kambayn baa la geli kambayn marka la galana de xaggee dumin kartaa yaad weerari kartaa ma dad baad kasban saas waay iyaga laakiin si doorashaba aan loo gelin hadda dalka inay gabagabeeyaan bay rabaan statekan mailand inay burburiyaan puntlandna ay burburiyaan waad ogtihiin nimanka qaatumo waa la dhaqraaya ayaan ku dhahay already ma arkaysee macnihii somalilan maanta inay soo dhaqaaqday waa ogtihiin soomaali mise waxaa rabtaa inaan kuu fasiro somalilan wixii la arkaayo caruuraha way soo ururiyeen muuse biixi baabuuruu kusoo tubay waxaa la yidhi gooja cadda qabsada ani waa kuu sheega hal dagaal ama ay ku jabaan ama ay wax ku qabsadaan ay ku guulaystaan ayaa nimankan ay diyaarinayaan kolley baraha bulshada haddaad gashid waad arkaysaa gawaadhida tirada badan oo macnihii ciidamada soo daabulaya oo laasacaanood kusoo wajahan laasacaanood duulaan baa lagu yahay sidaa isi la mid ah statedka mailandna duulaan baa lagu yahay statedka puntlandna duulaan baa lagu yahay dadka inay intaas ogaadaan muhiim waay cali jayte isagana jagaa loo magacaabay laakiin jagadaasi xalayaan ka hadlaayay shalayaan ka hadlaayay waa khayaano waa khayaano weliba jagadaasi haddii uu yidhaahda cali jayte waan ogolaaday bahdal buu ogolaaday waayo ballantii shalay lala gala waxay ahayd dhammaan ciidamada adigay kaa amar qaadanayaan kuwa dowladda federaalka soomaaliyeed iyo kuwa ma arkaysa macawisleyda oo dhan ee dalka sidaasaa la yidhi adaa hogaaminaya face one-ka galmudug iyo hirshabeelle wixii ciidan joogo oo dhan ballantii sidaasay ahayd saanad baan ku siinaynaa wax walbaan ku siinaynaa laakiin maxay ku soo ururhay cali jayte in waxba aan la siinin la yidhaahdo ergeyga erge badanaa nimankan erge badanaa horta ergenimadii cabdiraxmaan cabdishakuur xaguu dhigay ergeyga sagaarada af carabiga ku hadasha waa loo dhiibay kow markay xasan sidaasi loo doortay aan la caleema saarin cabdiraxmaan dib looma arag hahey ingiriiskii meelahaasuu tegay iyo norway markii dambe labalaba bown cirna ma joogo dhulna ma joogo walaalayaalow ii kaalmeeyuu yidhi balaayaha ku kaalmaysay dhaheen labalabadii bown xataa habar gidirtii uu ka waayey iska baxay dhaheen sidaasay ku dhamaatay haddaba waxaan rabaa marka inaan sheego isteedyadan in hadda la dumiyaa la doonayaa hadday shaqayn weydana waxaa weeye finita la muusica marka somalilandna dagaal bay soo waddaa wixii intaasi ka dambeeya ma ogoshiin digil iyo miriflow in madaxtooyadiinnii magaalada baydhabo xasan sheekh maxmuud uu muufo ku dubto oo ma arkaysa maakaal iyo macsaro uu ku cuno uu wasaqeeyo oo ku xaarxaaro ma doonaysaan ilan madaxtooyadii qaranka soomaaliyeed oo nadiif oo loo dhiibay ayuu wax ka qaban waayay jawaabta waxaan ka rabnaa ummadda reer mailand waxaan sii dayn doonnaa heestii muufoy muufadii nafsadeeda ayaan sii dayn doonaa
Vamos.